وللمزيد حول اقتحام المستوطنين للمسجد الإبراهيمي والمسجد الأقصى وتداعياته، ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس المحتلة خبير وشؤون المقدسية دكتور جمال عمر. أهلا بك معنا دكتور جمال. حياكم الله والمشاهدين الكرام ومرحبا بكم جميعا. أهلا بك دكتور جمال. عشرات المصلين خلال المواجهات بين المقدسيين أو عشرات المصابين عفوا خلال هذه المواجهات بين المقدسيين وقوات الاحتلال الصهيوني، حبذا لو تطلعنا على آخر مستجدات الأوضاع في القدس لديك. نعم، يعني إذا أردنا أن نقفز عن آخر الجراحات والتي شاهدتموها عبر الشاشات والإصابات في المسجد الأقصى المبارك، والمستشفيات يعني امتلأت عن ذكرى أبيها، وأيضا المستشفيات الميدانية والإسعافات، ولكن الأهم من ذلك وأيضا حصل نفس الشيء في مسجد إبراهيم في الخليل الذي حرم منه المسلمون بالكامل اليوم وغدا. الأهم هو تحضير شيء كبير وكبير جدا سيحصل غدا مع ما تسمى مسيرة الأصنام أو الإعلام الصهيونية الفاجرة الكافرة. غدا هناك يعني الكل يتحضر، أهل الحق يعني يجهزون أنفسهم، كما أن أهل الباطل يرمون القدس هذه المرة عامة عن قوس واحدة، بكرة من باب الأصباط باتجاه باب يعني الساهرة ثم التفافا باتجاه باب العمود. هناك تخطيط لقطعان وسواء بالمستوطنين بمسيرة من هذا النوع، وهي كأنها الشرارة التي ستشعل المدينة المقدسة. وبالتالي نحن في آخر هذه المستجدات عبر أثيركم العظيم وهذه الفضائية الرائعة، يعني لكل من يسمعنا، يعني المناشدة مستمرة ومفتوحة محليا ودوليا. محليا كل من يسمعها سيلبي النداء بإذن الله، وسوف تكون ليس مثل اليوم 21 منطقة اشتعال ما بين أبناء الشعب الفلسطيني العزل، ليسوا كأهل أوكرانيا يعني يتلقون السلاح من كل مكان، إنما كانت 21 منطقة مشتعلة، غدا غالبا يكون 40 منطقة مشتعلة، الله أعلم. وبالتالي هذا محليا، لكن دوليا وهذا عبر الأثير العظيم بدأنا نناشد لأول مرة وبلغة جديدة ومنهاج جديد وأسلوب جديد ببداية التعبئة. يجب بدء التعبئة للتحرير، خلاص قطف الثمار، وصلنا مرحلة كسر العظم. الآن يا إما الأقصى للمسلمين يا إما هيكلا للصهاينة المجرمين. هل ترضى أمة الإسلام 2 مليار مسلم و400 مليون عربي إذا قبلت أن يكون هيكلا فعلى هذه الأمة السلام وبركة؟ طيب هذه التعبئة، نعم سيد أو دكتور جمال، يعني كيف تظن كيف لهذه التعبئة أن تؤثر بالفعل على أرض الواقع وأن تضغط بالفعل على قوات الاحتلال الصهيوني، حبذا لو تطلعنا؟ نعم، وهذا حقكم. ومسألتين اثنتين صغيرتين بدت في البداية كأنها صغيرة، ما خلتش الاحتلال الليل يعرف النوم على الإطلاق. الأولى أن صاروخا واحدا فقط اتجه من الأرض إلى السماء، وهذا الشيء كان صادما. في 2014 كنا في معركة 2014، يجب تحييد الطيران الإجرامي النازي الفاشل العنصري الصهيوني، يجب. وبالتالي كانت ليلة أمس هي أول مؤشر وبداية الثمار، وبالتالي الإعلام الصهيوني ما عرفش النوم. يعني لابد من ترجمة الإعلام العبري، ولابد أن يكون لنا فضائية باللغة العبرية بالمناسبة. ثانيا، الأردن فقط ولأول مرة يقول تحية للمرابطين والمرابطات على المستوى الرسمي. والله هذا الشكيد واللبيب وهؤلاء الزكي المغري اكرمكم الله ما عرفوا النوم، وهم يقولوا مالها الاردن؟ مالها البلد المعتدل؟ شو جرى؟ طب احنا بنعطيهم مي، احنا اعطيناهم غاز. عاد انتم يعني شريتوا البلد كلها بشويه هذه الاكاذيب والاراجيل؟ لا والله. اذا موقف بسيط من هذا النوع قلب المعادله يا سيدي. اذا تخيل ان هذا الموقف ليس من الاردن فحسب، بل الاردن ومن يناصر الاردن ومن هم بعد الاردن ومن هم بعد بغداد كمان. طيب يعني دكتور جمال، دكتور جمال، يعني ما هو الهدف من تكرار هذه الاقتحامات وهذه الاستفزازات في اقتحام المسجد الأقصى ويعني تأدية الصلوات التلمودية في كل رمضان؟ ما هو هدف هذه الاستفزازات من قبل الصهاينة؟ لا، هي الحكاية انها جت على رمضان بسبب اخر. هم لا يعني الذي حصل انه عندهم توقيت العبري هو قمري،
والتوقيت الهجري ايضا بذات الطريقه، فتلتقي المناسبات هذه وتسمى الفيصح اللي هو عيد الفصح التوراة التلمودي الفاجر، يلتقي مع المسلمين في رمضان، والمسلمين لديهم الان ذكرى بدر، فيلتقي الكفر والايمان ويلتقي الحق مع الباطل. اذا هي واضحه المعادله. فهم الان انظر اهل الاسلام الذين يتعلمون كل الثقافه وكل العلوم العسكريه والانسانيه والاجتماعيه، وارقى منهم في الشو وعمرهم ما اذوا لا كنيس ولا كنيسه ولا ديانه يهوديه ولا ديانه مسيحيه، هؤلاء يعني شيء يعني مفخره للبشريه عبر التاريخ. الصهاينه لا يتعلمون في العلوم اطلاقا، عقولهم مغلقه، ران على قلوبهم، هم مصابين بحاله من الصدمه العلمانيين الاسرائيليين من هؤلاء 42 منظمه متوحشه. هذه المنظمات الداعشية المتوحشة الصهيونية، هؤلاء لا يتعلمون في المدارس إلا تلمود كتبوه بأيديهم، التلمود البابلي أو الأورشليمي أو الإسباني، ولا يفهمون شيء في الدنيا، لا يفهمون، لا أصلا هم أصلا بيدخلوش العسكرية هؤلاء المستوطنين. طيب إلى أي مدى دكتور جمال إلى أي مدى ترى أن تصعيد الاقتحامات للأقصى يأتي ضمن خطط التقسيم المكاني والزماني؟ لا يا ريت، هذا الامر تجاوزوه، ما هو اصلا زمنيا ومكانيا مقسم، ما هو اصلا مثل مسجد ابراهيم في الخليل لكن باسلوب اخر، هم صباحا موجودين وعصرا موجودين ولهم مسارات محدده، ولما وضع الشباب المجاهد المرابط في الاقصى المتاريس في طريقهم انجنوا، وقائدهم اسرائيل اريئيل شو بيحكي؟ بيحكي شو هاي في جبل الهيكل شيلانو، هارها بيت شيلانو، يعني هذا جبل الهيكل تبعنا، حاطين لنا متاريس كمان في الطريق. طبعا اضطرت الشرطه تغير المسارات، هم اعتبروا انه هذا المسار لهم وباب الرحمه الصلاه لهم، وعقدوا مؤتمر قمي للحاخامات باب الرحمه. اذا هم في تقسيم، هم يريدون الان الحاخامات هذول اللي بيفهموش الا انهم سيؤدون الى نهايه الوجود الصهيوني بفلسطين نهائيا، بيفهموش انهم رايحين على الجحيم على ايديهم وارجلهم، يزحفون زحفا بسرعه، لا يعلمون اطلاقا، لان هذا المكان يستحيل تقسيمه ويستحيل ان يبقى فيه يهودي واحد على الاطلاق، هذه مساله حسمت وانتهت، لكنهم هم يريدون الان على الاقل في سقف تطلعاتهم كامل الاقصى كما الهيكل، و42 منظمه يقولوا كامل الاقصى اسمه هار هبايت شيلانو، ات از اور تمبل ماونت، ان هذا جبل الهيكل، ان مش معترفين يا سيدي في الاقصى، مش معترفين في رمضان، مش معترفين في المسلمين، مش معترفين ايضا في الوصايا الهاشميه والاردنيه، مش معترفين في الوصايا الفلسطينيه، هذا هو الحقيقه وهذا الواقع. شكرا. نعم. جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر الهاتف من القدس المحتله خبير الشؤون المقدسيه دكتور جمال عمرو.